نفسك تزرع جزر بس مش عارف تبتدي منين. لو اول مرة تتفرج على فيديوهاتي فانا احمد ودي صفحة حديقة في البلكونة. لو مهتم بالزراعة المنزلية ما تنساش تتابعني على الفيسبوك. ما تنساش الطريقة الاولى كنت عملت لها فيديو قبل كده نجحت عند ناس وفشلت عند ناس تانية، بس الطريقة التانية اتحداك لو فشلت فيها هتجيب الجزر وتحطه في طبق وكل يوم ترشه بالبخاخ تحافظ على الرطوبة بس خلاص. افضل مواعيد زراعة الجزر من شهر 1 لحد شهر 6، يعني الاجواء الدافئة والمعتدلة، وعشان هو نبات بيتحمل الجفاف فالري بيكون من 2 لـ3 مرات اسبوعيا. يفضل زراعته في تربة جيدة التصريف، يعني تربة رملية او خليط او بيت موس، كل ده ينفع. تجنب التربة الطينية عشان التربة الطينية تربة ثقيلة فممكن تخليه ينمو ببطء، مع ضعف وقلة التصريف فممكن يعمل لك تعفن الجذور، وعند جفاف التربة الطينية فالتربة بتحجر فبيصعب على الجذور التمدد في التربة. ولو حضرتك عايز توفر الوقت والمجهود والمتعة ممكن حضرتك تشتري البذور على طول، لكن لو حضرتك عايز تجرب المتعة يبقى حضرتك هتزرع بالطريقة دي والجزرة هتطلع لك بذور، البذور هتبتدي تزرعها عشان تطلع لك جزر. وما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك او شير، وما تنساش تتابعني على الفيسبوك. ما تنساش، هستناك. سلام.